مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج لايف ستايل. معي انا اخصائيه التغذيه رند الديسي. مثل ما تعودنا كل مره بلايف ستايل بنحكي عن مواضيع تغذويه جديده واكيد فقرات متنوعه بتهمنا وبتهم كل الاشخاص اللي حابه تهتم بصحتها. خلينا نشوف بهاي الحلقه عن شو رح نحكي. تشاهدونا في هذه الحلقه في فقرة غذائك دوائك. اليوم رح نحكي عن هل تعلم بالتغذية، وبفقرة شو رأيك رح نسأل عن الفلافل وهل هي مضرة لدرجة ضرورة تفادي أكلها، وبعدها رح نعرفكم على طبق غذائي مميز وهو شرائح الدجاج مع الكينوا. ولكل اللي ما بيعرف الكينوا اليوم رح نعرفكم عليها وعلى قيمتها الغذائية، ونحاول نجاوب عن تساؤلات حول إمكانية أن تصبح الكينوا بديل عن الأرز. بفقرة بتعرف إنه رح نعرفكم على دراسة بتأكد إنه تناول كمية قليلة من الفول السوداني يومياً رح تحد من خطر الوفاة المبكر. أما بالنسبة لفقرة شو في شي جديد بالتغذية، رح نعرفكم اليوم على نظام غذائي الداش دايت واللي هو بحاول إنه يحد من ارتفاع ضغط الدم. وبفقرة عيش بصحة كبيرة بتغييرات صغيرة رح نساعدكم تحاربوا فقر الدم من خلال مكملات غذائية ممكن تخليكم تستغنوا عن العلاج بالأدوية. وبفقرة معلومات لازم نعرفها رح نجاوبكم لماذا يضاف اليود إلى ملح الطعام. رح نبلش بأول فقرة من برنامج لايف ستايل اليوم بفقرة غذائك دوائك. بفقرة غذائك دوائك رح نحكي عن هل تعلم بالتغذية. كتير منا معلومات تغذوية صغيرة ما عنده معلومات كافية عنها، فاليوم رح نحكي شو عن جد الفوائد أو شو الأضرار على المأكولات اللي نحنا بناكلها على شكل شبه يومي. رح نبلش اليوم ونحكي عن الملح. بتعرف انه الملح زيادته ممكن تكون مساوية لترقق العظام. في دراسة جديدة اثبتت انه كل ما الشخص اكل ملح اكثر رح ينسحب الكالسيوم من العظام عنده بشكل اكبر، فممكن يكون الملح سبب رئيسي بالاصابة بالاوستيوبروسيس او اللي هو مرض هشاشة العظام. مثل ما شايفين الكمية مع انها صغيرة كتير وممكن انه نحن نستهلكها على شكل يومي او حتى شبه يومي، ممكن هاي الكمية تكون السبب الرئيسي بهشاشة العظام. طبعا لنيجي عن تاني معلومة بهل تعلم اليوم. كتير أشخاص بصير عندهم طنين بالأذنين، بنفكر إنه في شخص عم يذكرنا بالخير أو عم يذكرنا بإشي مش منيح، بس كمان هاي المعلومات غير صحيحة. دراسة أثبتت إنه كمان طنين الأذنين ممكن يكون مربوط بشكل رئيسي بزيادة بنسبة الكوليسترول بالجسم بشكل عالي كتير. فخلينا ننتبه إنه نحنا نتحكم بنسب الكوليسترول عنا. إذا صار عنا طنين بالأذنين أكثر من مرة أو مرتين حتى لو كان خلال الأسبوع، لازم إنه نحنا نستشير الطبيب لنشوف شو السبب. ثالثاً بهل تعلم رح نحكي عن الألياف. أكيد الألياف هي أحد المصادر المهمة كتير بالتغذية، وبنفس الوقت بتعطيني نسب عالية كتير من الفيتامينات والمعادن. تناول 25 إلى 35 جرام من الألياف باليوم ممكن يكون سبب رئيسي للحد من السرطانات المتنوعة، ويكون أكيد كمان سبب رئيسي بالحد من تليف الكبد. لننتقل كمان لمعلومة بهل تعلم بالتغذية، رح نحكي عن حبوب السمك. كل الأشخاص اللي عم تعاني من مشاكل بالمفاصل كمان من الروماتيزم، الحل إن هم يلجأوا لحبوب السمك. صحيح هي فيها نسب عالية من الأوميجا 3 اللي بيساعد على التخلص من الالتهابات بالجسم، بس كمان ننتبه للكمية. أكثر من جرام واحد من حبوب السمك ممكن يكون له أضرار أكثر من فوائده، فخلينا ننتبه إن احنا ناخد هاي المكملات الغذائية بس بالطريقة الصحيحة. أما طبعاً نلجأ لنحكي عن الجزر. دراسة جديدة أثبتت إنه إذا نحن أكلنا جزرة واحدة متوسطة الحجم باليوم ممكن إنها تعطيني 5 أضعاف الكمية اللي أنا بحتاجها من الفيتامين A. مثل ما بنعرف الفيتامين A هو أهم الفيتامينات ليكون عندي تجدد بالخلايا وأكيد نحافظ على خلايا الجسم بالطريقة الصحيحة. فإذا رح ننصدم إنه جزرة واحدة متوسطة الحجم ممكن تعطيني 5 أضعاف من احتياجاتي من الفيتامين A اللي أكيد ممكن تلبي احتياجات جسمي. فخلينا أكيد نحاول قد ما بنقدر إنه نحن نحط هاي المأكولات بأغذيتنا بالسلطة أو حتى خلال الطبخ، رح تعطيني فوائد تغذوية عالية. ولكن ننتبه من فكرة الطبخ، ممكن يكون الطبخ سبب رئيسي إنه يقلل نسبة الفيتامينات بالمأكولات وخاصة الفيتامين A، فخلينا ننتبه إنه نحن ناخذ هاي المأكولات بشكل نيء أفضل من المطبوخ، ولكن طبعا المطبوخ له فوائد غذائية عديدة.
أكيد لنحكي كمان بهل تعلم عن شاي الأعشاب. كثير منا بحاول قد ما بيقدر إنه يتخلص من سموم الجسم، وبنفس الوقت يساعد جسمه على التخلص من السعرات الحرارية العالية. وممكن كمان يكون الشاي الأخضر أو حتى شاي الأعشاب سبب رئيسي إنه نحنا نتخلص من سموم الجسم بشكل كتير كبير. خلينا ننتبه إنه نحنا ممكن إنه نحنا نفوته على غذائنا بشكل يومي أو شبه يومي، بس طبعاً الكمية كمان تلعب دور عالي جداً. الكمية تبعت الشاي الأخضر ما تكون أكثر من كوبين باليوم، وبنفس الوقت نبعد إنه نحنا نستهلكه بعد الأكل. التاتنينز أو نسبة الكافيين العالية الموجودة بالشاي ممكن تكون سبب رئيسي إنها تمتص الفيتامينات والمعادن الموجودة عندي بالأطعمة. وأكيد طبعاً كمان اليوم بهل تعلم رح نحكي عن الترمس. كتير منا بياخد بهاي الفترة، وخاصة أنه نحن عم نلجأ لفصل الربيع، بنلجأ لأنه نحن ناخد الترمس أو المكسرات بكافة أنواعها. إلها طبعاً فوائد غذائية عالية، وخاصة أنها بتحتوي على بروتينات بشكل كتير كبير، ولكن كمان ننتبه من السعرات الحرارية لأنها ممكن تكون أعلى من احتياجات جسمي. وأخيراً اليوم بهل تعلم رح نحكي عن أنه الشاي بيحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، اللي هي بتحارب الفري راديكلز عندي بالجسم، أو اللي هي الكريات الحرة اللي ممكن تكون سبب رئيسي بالالتهابات والأمراض المتعددة. الشاي الأخضر أو حتى الشاي الأحمر ممكن يكون سبب رئيسي إنه نحنا نحمي أجسامنا ضد أمراض متعددة، وأكيد نضلنا بصحة منيحة. ما تنسوا إنه بفقرة غذائك دوائك رح نحكي لكم دائما معلومات صغيرة ممكن يكون إلها أكيد فائدة كبيرة على صحتنا وعلى أجسامنا. هلأ وصلنا مع بعض لفقرة شو رأيك؟ بدنا ننزل على الشارع الأردني ونسألهم عن أحد المأكولات اللي هي أكيد شعبية ومنتشرة عنا بشكل كتير كبير. بدنا نعرف رأي الأشخاص عن الفلافل، هل هو صحي أو غير صحي؟ خلينا نشوف شو كان رأي الأشخاص ونرجع لكم. والله الفلافل طيبة كتير وما منها ضرر، ومثل ما قلت لك إذا الواحد أكلها بالشهر مرة ما لح تضر ولا لح أنا بالنسبة إلي بيجوا أحفادنا وولادنا كل يوم سبت بيسهروا عنا، إذا بدي أبسطهم بقول لهم عملت لكم حفلة فلافل، حمص وفلافل وسندويش، يعني أكلة طيبة كثير كثير. فلافل باعتبار أنا بعتبره كوجبة ومفيد كويس، ويعني أنا بنصح الناس إنه يعني تأكله كويس ورخيص كمان بنفس الوقت. ما بعرف يعني معلوماتي المتواضعة، هو مكوناته يفترض أنها تكون من الحمص، يعني بقوليات، وبالتالي يفترض أنها ما تكون مضرة، خاصة إذا تم إعدادها إعداد جيد يعني ضمن ظروف صحية مناسبة من ناحية النظافة. من ناحية الصحية والعلمية يقال إنه كثرة الفلافل تعمل نوع من الاضطرابات، بما إنه فيها زيوت تعمل نوع من الكولون والاضطرابات الداخلية بحسب طبيعة المعدة لكل شخص. مثل ما شفنا انه معظم الاشخاص كانوا بوافقوا انه الفلافل غير صحيه لانه فيها نسبه عاليه من الزيوت. لنيجي نشوف شو مكونات حبه الفلافل رح تكون كالتالي. اولا هي مصنوعه من خليط الحمص والفول، وبنفس الوقت بضيفوا له نسبه عاليه من الكربون. لما نحكي عن الحمص والفول عم نحكي عن بقوليات فيها نسب عاليه جدا من البروتين، واكيد البروتين الغني بنسب عاليه من الفيتامينات والمعادن، فهو يعتبر صحي كتير واستبدال جيد جدا للاشخاص اللي ما عم تاكل نسب عاليه من اللحمه. أما لما نيجي نطلع إنه بيحتوي على نسب عالية كمان من مضادات الأكسدة اللي بتعتبر أكثر الأشياء الصحية اللي بتحافظ على صحة الجسم، بالإضافة لهذا الشيء بيحتوي على نسب عالية من الفوسفور، أكيد من الألياف، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الزنك وحتى الحديد. فبنلاحظ إنه الفول والحمص فيهم نسب عالية كتير من التغذية. لما نحن نعمل هذا الخليط اللي بيعطيني الفلافل أكيد نحن لازم نتوقع إنه هذا الخليط صحي. وصحيح انه الفلافل صحيه، غير انه طريقه طهي الفلافل ممكن تكون السبب الرئيسي انها تقلب هاي الاكله من انها اكله صحيه كتير لاكله مشبعه بالدهون، وبنفس الوقت الدهون اللي بتتخزن بشرايين القلب. لما نيجي نحكي عن كل قرص من الفلافل رح نلاحظ انه فيه نسب عاليه جدا من السعرات الحراريه، بتساوي تقريبا 60 سعره حراريه بالقرص الواحد. 60 سعره حراريه يعني نحن عم نحكي عن كوب من الحليب او حتى نصف كوب من الرز. فمنلاحظ أن السعرات الحرارية ممكن أنها تكون مرتفعة كتير للأشخاص اللي عم بتحب هاي المأكولات، وخاصة أنه حجمها صغير.
نلجأ طبعاً أكيد للنسب العالية كتير من الزيوت المشبعة. في دراسة عملتها الجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أثبتت أنه استخدام الزيت المحترق وأكيد المتأكسد اللي بيستخدموه بقلي الفلافل ممكن يكون دون تغييره أكيد بسبب حدوث سرطان عند كتير من الأشخاص. مش بس هيك، بيأثر على وظائف الكبد، وأشارت كمان الدراسات أنه أهمية تناول هاي الحبوب أو حبوب الفلافل مع أكيد البندورة أو الخيار أو أي نوع من الخضار لحتى تقلل من نسب التأكسد اللي بتكون موجودة. فلما نحن ناخدها مع خضار أو فيها أو أي مأكولات فيها نسب عالية جدا من الفيتامينات والمعادن أكيد بتقلل خطر الإصابة بالأمراض اللي ممكن تكون سببها الزيت. السبب الرئيسي اليوم إحنا جايبين معنا كيس من الفلافل لحتى نشوف إنه هذا الكيس الاعتيادي اللي إحنا بنحط فيه هاي المأكولات رح نلاحظ قديش نسبة الزيت عالية كتير. مش بس إنه بتحتوي على زيت عالي، بس كمان إلا التغيير هذا الزيت ممكن تكون السبب الرئيسي لتكون هاي الأكلة غير صحية. لكل الأشخاص اللي بتحب هاي الأكلة وبتحبوا يلاقوا استبدال إلها، ممكن نحن نشتري الخليط من أي متجر ببيعه وبنفس الوقت نعمله بالبيت أو حتى بالفرن. ممكن نحن نشوي هاي المأكولات بشكل صحي أكثر، وأكيد رح يكون فيها نفس الطعم وسعرات حرارية أقل. للأشخاص اللي بتحبها بشكلها المقلي، ممكن إنه إحنا نقليها بالبيت، أكيد رح يكون عندي خطر إصابة بأمراض أقل، الزيت بيكون أجدد وفيه نسب تأكسد أقل. خلينا ننتبه على صحتنا، وأكيد نلاحظ إنه في كتير مأكولات نحن بنحبها ممكن تكون غير صحية ونحن بتغييرات صغيرة نعملها صحية. هلأ صار وقت نحن ننتقل مع بعض لفقرة ريسيبي. خلينا نشوف اليوم شو رح نحضر بالمطبخ. وصفة طبق اليوم هي شرائح الدجاج مع الكينوا. تكفي المقادير لأربعة أشخاص. المقادير تحتوي على 2 قطع من فيليه الدجاج، 1 حبة من الكوسة، 1 حبة من الجزر، 200 جرام من الكينوا، 3 معالق طعام من زيت الزيتون، بضع أوراق من الكزبرة، ملح وبهار حسب الرغبة. طريقة التحضير: تقطع فيليه الدجاج إلى شرائح رفيعة بالطول، تقشر الكوسة والجزر وتقطع إلى مكعبات صغيرة. تحمر مكعبات الخضار بعد الشيء في مقلاة مع معلقة طعام من زيت الزيتون. في مقلاة أخرى تحمر شرائح الدجاج لمدة 10 دقائق مع معلقة طعام من زيت الزيتون إلى أن تصبح ذهبية اللون. يحرك المزيج من ثم يضاف إليه الملح والبهار. في قدر كبير من الماء يتم طهو الكنوة لمدة المدونة على الغلاف، أي ما يتراوح بين 10 و15 دقيقة. تصفى الكنوة من الماء ويضاف إليها الملح والبهار. تنسق في الطبق طبقها من الكنوة وتصب فوقها شرائح الدجاج ومكعبات الخضار. تضاف بضع أوراق من الكزبرة ويرش القليل من زيت الزيتون على الظاهر. صحتين وعافية.